بسم الله الرحمن الرحيم. البحرين تغلي على مرجل من نار، فالشعب يتظاهر في الشوارع يوميا ويطالب بتغيير هذه العصابة المجرمة التي أسالت دماء أهل البحرين وعذبتهم واعتقلتهم، والنظام من جانبه يعربد على كل الجبهات، فهو يعتقل ويعذب ويقول العالم أنا أعذب فأنا موجود، وأيضا يقتل المواطنين بدون حق، يغتالهم، يصفيهم، يحرق منازلهم، يهتك أعراضهم. ولذلك فليس غريبا أن ينتفض الشعب كل يوم وأن يجدد انتفاضته مع كل قطرة دم تسقط من دم شهيد أو مع كل منفي يطرد من بلده، كما حدث لسماحة آية الله الشيخ النجاتي. هل سمعتم أن حكومة تطرد مواطنها وتبعدهم؟ لا يفعل ذلك إلا الاحتلال. سمعنا أن إسرائيل تطرد الفلسطينيين وتهجرهم، ولكن لم نسمع أن أي نظام عربي آخر أو أي نظام في العالم يقوم بطرد مواطنيه إلا هذه العصابة، لأنها تشعر أن وجودها لن يستمر إذا استمر أهل البحرين في بلدهم، فإما هم أو أهل البحرين على هذه الأرض. نعم، هنالك بعض البلطجية الذين تفاعلوا معها واشترط ضمائرهم، ولكن هؤلاء خلة. أما غالبية أهل البحرين من السكان الأصليين من الشيعة والسنة فيرفضون استمرار هذه العصابة في الحكم، ويريدون أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، ولا يقبلوا بحكمهم إلا الذليل ومن يقبل بالاستعباد. ولذلك فستستمر الثورة، سيستمر الشعب في صموده، ستستمر الجماهير في التظاهر يوميا في الشوارع، وسينتصرون بعون الله، لأن الله هو ناصر المظلومين والمستضعفين. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Thank you for listening.